يحرص العديد من الأهالي في مملكة البحرين على إشراك أبنائهم خلال فترة الإجازة في الأنشطة الصيفية التي تقدمها مختلف المراكز والأندية في كافة المحافظات، حيث تواصل مختلف أندية كرة القدم في المملكة بتقديم أنشطة صيفية موجهة لفئتي الشباب والنشأ، تهدف لشغل أوقاتهم بأنشطة وفعاليات متنوعة تسهم في صقل مهاراتهم واكتشاف مواهبهم. العقل السليم في الجسم السليم. من هذا المنطلق تحرص المراكز والأندية الشبابية في مملكة البحرين على تقديم برامج صيفية تسهم في تطوير المهارات البدنية والذهنية والاجتماعية، إذ تعتبر نوادي تدريب كرة القدم للأطفال والنشء بيئة مثالية لتنمية مهاراتهم وتطوير شخصياتهم، فهي لا تقتصر على تعليم المهارات الفنية للعبة بل تتعداها تشمل بناء شخصية الطفل وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي. طبعا في المعسكر الصيفي حبينا أن يكون لمختلف الفئات العمرية، وطبعا احنا في العطلة الصيفية فحلو أن نستغل الإجازة في شيء جميل طبعا مثل كرة القدم. رياضة كرة القدم من الرياضات اللي يجتمع فيها التطور البدني والذهني طبعا السلوكي عند الطفل، فإشراك الطفل في المعسكرات الصيفية ينعكس عليه طبعا من ناحية المهارات والتنمية الشخصية وحتى الثقة بالنفس والقيادة. طبعا نعمل على تأسيس اللاعب كرويا من الصغر وتثقيفه بعمل محاضرات تثقيفية تسهم في رفع الثقافة الكروية للاعب. أما في مجالات الاجتماعية يعمل النادي على خلق البيئة المناسبة للاعب، تكون مناسبة وتكون بيئة مثالية للاعب. وتحرص الأندية خلال فترة التدريبات على كرة القدم إلى تطوير المهارات البدنية والذهنية والاجتماعية، كما وتسهم في تحسين اللياقة البدنية وتعزز روح التعاون والعمل الجماعي واحترام الآخرين. طبعاً تدريبات كرة القدم تختلف على حسب كل فئة عمرية ومتطلباتها، بس إذا بنتكلم عن التدريبات بشكل عام نركز إحنا في ونرز على تطوير وتعزيز العناصر البدنية، عناصر اللياقة البدنية، وفي نفس الوقت نركز ان احنا نكسب اللاعبين ونعلمهم مهارات كرة القدم ونطورها لهم. طبعا انا انصح كل ولي امر انه يعطي ولده هاي الفرصة ويشركه في هاي النوع من الرياضات. مثل ما تكلمت انا في البداية، تدريبنا ما بيقتصر بس على ان احنا نكسب اللاعب المهارات، بنركز معاه على عوامل اجتماعية وعوامل انفعالية. أتوقع هي فترة مميزة حق اللاعبين عشان يطورون من مهاراتهم، وخصوصا في الصيف لأن ما يكون في وايد أشياء يسوونها، فإنهم يلعبون كرة ويطورون من مهاراتهم ويتعرفون على ناس أكثر. أنا حرصت إن أنا أول ما أكمل مدرسة وأبتدي الإجازة إن أشارك في نادي، والحمد لله نادي ونرز اهتموا فيني وتطورت في مهاراتي الكروية والحمد لله. وتولي مملكة البحرين من خلال مختلف أنديتها المتوزعة في مختلف محافظات المملكة إلى تعزيز وتطوير المهارات الاجتماعية للطلاب وتحسين علاقاتهم مع الآخرين والإسهام في الاندماج الاجتماعي مع أقرانهم، إلى جانب تعزيز التعليم الأكاديمي لجميع مستويات المجتمع عبر لعب كرة القدم وتعزيز القيم الأخلاقية وتربية النشء على اللعب النظيف. تستمر نوادي كرة القدم في مختلف محافظات المملكة إلى استقطاب الأطفال والناشئة خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك سعيا منها لتطوير مهاراتهم واستغلال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه